قناة أحداث وحقائق توسعت لتشمل كافة المجالات العامة في تطبيق واحد، تجده على متجر جوجل بلاي. ما عليك سوى الضغط على الرابط أسفل الفيديو وتحميل التطبيق، ومن ثم اختر المواضيع التي تهمك أنت فقط، من الأخبار العاجلة إلى غرائب العالم وأسرار الكون ودليل الصحة وعالم حواء والاقتصاد والرياضة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى موسوعة المعلومات وغيرها الكثير. أحداث وحقائق، المجلة الترفيهية الشاملة وفقا لاهتمامك. السلام عليكم متابعي قناة أحداث وحقائق. الحلم المتكرر هو نوع من الأحلام التي تجعلك تشاهد تكرار الحلم يوما بعد آخر وباستمرار، حيث تظهر غالبية الأحلام المتكررة لدينا بمثابة كابوس مزعج أو حلم غير سار. فبعض الأحلام تحتوي على رسائل هامة إلينا تتجلى عن طريق الرموز في المنام، وأغلب الناس لديهم مناما متكررا يحدث من وقت لآخر، ويمكن أن يستمر الحلم المتكرر مع شخص ما أياما وشهور أو حتى على مدى الحياة بالكامل. ومن أبرز الأحلام التي تتكرر على الأشخاص المطاردة والسقوط والتعري في مكان عام والعودة للمدرسة والإصابة بالشلل وفقدان السيطرة على السيارة ورؤية شخص متوفي وهو لا يزال على قيد الحياة. فإذا كنت من الأشخاص الذين تواردهم أحلاما متكررة، فأنت مصاب بتعب نفسي ناتج عن صدمة حقيقية ومشاكل معقدة في حياتك لا تستطيع حلها ومعالجتها في حياتك الحقيقية، فتستمر معك في الأحلام حتى لو حاولت إخفاء المشكلة في باطنك. وأيضا تنتج الأحلام المتكررة من القلق والتوتر النفسي والخوف من المستقبل. لذلك إذا تعبت من الأحلام المتكررة وتريد التخلص منها، فالأمر أبسط مما تظن. الخطوة الأولى والوحيدة للشفاء من هذه العوامل النفسية هو التسليم والرضا لكل أمر وقضاء من الله سبحانه وتعالى، حيث أثبت علماء النفس أن الأشخاص الراضون على حياتهم بكل تفاصيلها تنعدم لديهم أغلب الأمراض النفسية، وغالبا ما يعيشون في استقرار نفسي مثالي. كما يقول الباحث النفسي دانيال كوندورون إن عوامل الرضا النفسي له أثر فعال أكبر من أثر جميع الأدوية النفسية التي أنتجها البشر إلى الآن. صدق من قال أن القناعة كنز لا يفنى.